صباح الخير يا حلوية. صباح النور. كيف حالكم؟ كويسين ان شاء الله دائما يا رب. بدنا اول اشي نحط اسم اليوم في الرزنامة والتاريخ والشهر. اليوم الاثنين ولا امبارح كان الاثنين؟ امبارح كان الاثنين، ما بترتبوا برافو الثلاثاء. اذا بنحط اليوم هو الثلاثاء. قلنا بلشنا شهر جديد هو شهر آذار. بلشنا شهر جديد شهر آذار، بنبلش نحن من رقم واحد، من رقم واحد. ماذا يأتي بعد الرقم واحد؟ اثنان. إذا تاريخ اليوم هو اثنان. اليوم الثلاثاء، التاريخ اثنان، الشهر آذار. الشهر آذار. كمان مرة بصوت عالي، شو اسم شهرنا؟ آذار. والسنة 2021. يلا عشان تنقلوني اكتب على اللوح التالي. يلا يا جان، شو اسم اليوم؟ الثلاثاء. اليوم هو الثلاثاء. الثلاثاء. كم التاريخ يا فارس؟ شو التاريخ اللي حطيناه هون؟ اثنان. رائع. اثنان. يلا نحن بأي شهر يا فادي؟ خلصنا اليوم الثلاثاء، الشهر آذار. ركز معي، يلا الشهر آذار والسنة 2021. برافو عليكم. طيب نحن وحدتنا في العلوم عن المواصلة، صح؟ صح. مواصلات البرية. مواصلات برية. بحرية. جوية. جوية. ممتاز. ثلاث أنواع من المواصلات. ممتاز. برية. لا، المواصلات كلها ثلاث أنواع، برية، بحرية، جوية. قلت لي المنطاد، المنطاد من أي نوع من الوسائل؟ مواصلات جوية. مواصلات جوية، برافو. بحرية هي سفن وقارب. برافو عليك يا عيني. غواصة. غواصة في البحرية. وسمكات. وجوية. وباص. الباص ايش؟ مواصلات ايش؟ مواصلات برية. خلني اسمع مهران شو بده يحكي لنا. مواصلات برية. مواصلات برية، اعطيني مثال على وسائل المواصلات البرية زي ايش؟ سيارة. باص. دراجة. احسنت. طيب ايش بتحكي لي يا فارس؟ اعطيني مثال على المواصلات الجوية. ميز. زي ايش؟ طيارة. طيارة. كمان ايش؟ ايش بيطلع على الفضاء؟ صاروخ. صاروخ بيطلع على الفضاء. طيب هليكوبتر. برافو. هلا الطيارة، القائد اللي بيسوق الطيارة مين بيعرف شو بنسميه؟ كابتن. احكي صوت عالي. كابتن. رائع. واللي بيسوق الصاروخ للفضاء شو بنسميهم اللي بيروحوا على الفضاء؟ فضائيين. فضاء. رواد الفضاء. رائع. هو من الفضائيين يعني بيروح على الفضاء؟ لا، بس هو اسمه رائد فضاء، رواد الفضاء. رائعين. برافو. اليوم رح نعمل فن مع بعض، يمكن منطاد او نعمل سفينه. سفينه. رح نعمل سفينه طي الورق. رح نعمل سفينه من طي الورق. انا بدي سفينه. انا بدي هذا منطاد. بدي منطاد. أنا بدي سفينة. طيب خلونا هلا مع بعض في الأحرف العربية نطير فيها ونحلق في سماء الأحرف العربية ونقرأ كلمة. يلا يا جادو. جادو، ما هذا الحرف؟ آ. آ. وهذا الحرف؟ أو. أو. هذا الحرف؟ إي. شو بنسميهم هدول؟ أحرف المد الطويل. أحرف المد الطويل. طيب مين ابن الآ؟ القصير. شو اسمه؟ فتحة. الفتحة. فتحة. الفتحة. ضمة. مين ابن الهو؟ ضمة. كسرة. كسرة. الكسرة توضع تحت الحرف أم فوق الحرف؟ تحت الحرف. رائعين. برافو. طيب ما هذا الحرف؟ صاد. صاد. اسمي صاد.
قول. قلنا صوت الحرف. مع الشمس. قلنا صوت الحرف طبيعي. مع السكون. مع الشدة. مع الشدة. شو بصير مع الشدة؟ معصب شاب عليك. برافو. طيب. يلا حرف الصاد مع الضمة. صو. صو. سريع. مع الكسرة. صي. 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 برافو. صي. شفتوا هاي متصل أم منفصل؟ متصل. نقطة البداية. نقطة البداية. خط منحني لأعلى. خط المستقيم. سنه صغير ثم يمد يده. صح؟ خلينا نكتبها. تعال تفضل حبيبي. أنا نكتبها. حاضر. وأنا. يلا. برافو عليك. زعفولو. برافو جاد. يلا. لا 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 لا. طيب كمان مرة يا فادي. انزين. يلا. كمان مرة. خط منحني أحسن. أين سن الصاد؟ أيوة. هيا أكمل أكمل مد يده. رائع. برافو. شفت؟ هاي أصبح. ممتاز. يلا. كتب المنفصل. رائع. برافو. يلا عبد الله برزا. هيا. برافو احسن كمان زافولو. يلا فارس. يا عيني زافوا لحالكم زافي قويه. كلكم شاطرين. برافو كلكم. كنتوا شاطرين احسنتم. طيب خلونا نشوف كيف بنقرا كلمات بحرف الصاد. الصاد مع الاو ماذا تصبح؟ صو. صو. لسه ما كتبت. صو. قصه. حرف قصه يا حرف الصاد. خلونا هون لو سمحتي. صو. صو. صور. حط التاء المربوطه ماذا تصبح؟ تصبح. صو. صورة. صو. الراء مع التاء ماذا تصبح؟ صورة. أحسنت. صورة. رائع يا جاد. برافو. صورة. لنقرأ المقاطع. قصة. قصة. صو مقطع ورد مقطع. نقرأها صورة. طيب هلا صورة. إذا أردت أن أحللها إلى إلى الحروف. للحروف يا جاد. للحروف يعني كل حرف يروح لبيته زعلان لحاله. مين اول حرف عندي في كلمة صورة؟ حرف الصاد. سأكتبه منفصل. صاد. ثم واو. واو. ثم حرف راء. الراء. بالترتيب. احسنتم. وهنا تاء. تاء. هكذا أنا حللت كلمة صورة إلى الحروف. لكن إذا أردت أن أحللها إلى المقطع. المقطع قلنا الحرف مع المد الطويل اسمه مقطع. أو حرف مع فتحة ضمة كسرة يكون جنبه سكون بيكون مقطع. إيش المقطع عندي هون؟ مين أول مقطع عندي؟ صور. صور لأنه ماسك المد الطويل. برافو. الصاد مع الأو. هنا الراء نضع عليها فتحة وهنا نضع عليها سكون. رت. صرت. هل هذا مقطع؟ لا. لا. ليش؟ مش قلنا المتحرك يعني فتحة أو ضمة وكسرة. إذا كان وراها سكون يعني مقطع؟ صح؟ صح. إذن هل هذا مقطع؟ نعم. نعم. صو لحال ورت لحال. صو رت. صو رائعين. طيب خلونا نقرأ كلمة أخرى. ما صوت هذا المقطع؟ صا. صا طويلة. صا.
صابون. وحرف النون صابون. صار. إذا هذا مقطع لأنه الصاد ماسك الآل مد الطويل، إذا مقطع. صار. الباء مع المد الطويل الأو هذا مقطع. سنضع دائرة على المقطع الأول، هذا المقطع الثاني، وهذا حرف لحاله، مش مقطع، حرف لحاله، حرف النون لحاله. صابون. طب هذه الكلمة صو، وأيضا صاد، ماذا تقول؟ صوص. تفضل. صوص. إذا هذه كلمة صوص. هذا هلا الصاد مع الأو، هل هو مقطع؟ صاد أو، إذا مقطع. والصاد هنا لوحدها صح؟ لو بدي أحللها للمقاطع، الصاد مع الأو مقطع، سأضعها هنا صو، وهنا شو. الصاد لوحدها منفصلة صوص. أنا هيك حللتها للمقطع. زعلانين من بعض، التحليل يعني كل الأحرف زعلانة. للحروف بيكون كل حرف لحاله، وإذا للمقطع بيكون المقطع كل حرفين مع بعض. خلينا نتذكر مع بعض أحداث القصة. القصة. ليش ما قص صندوق؟ لا تمضم قفص. برافو. هلا اسم القصة عصفور في القفص. عصفور في القفص. العصفور اللي صنعته صباح، صح؟ من المعجون صنعت عصفورا. والقفص من ماذا صنعوه؟ من المصاص. من المصاص. ومسكوا المصاص في بعض من المعجون، من المعجون. برافو. طيب هنا صنعوا صندوق. 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 صندوق صنعوه من الكرتون. وماذا استعملوا أيضا؟ صمغ. صمغ ومقص. ومقص. أحسنتم، صنعوا صمغا ومقص من صندوق، صنعوه من الكرتون والصمغ والمقص. واسم القصة عصفور في القفص. عصفور في القفص، داخل القفص. برافو عليكم. احنا اليوم بدنا نكمل كتابنا اللغة العربية، عم نجيب لكم اياه، نشوف شو رح ندرس مع بعض. ماشي بس من طوله. هنا انظروا ماذا نرى هنا. صاد حرف صاد. اسمي صاد وصوتي صاد منفصل وصاد متصل. ماذا نرى مع ديما؟ إجاص. إجاص. ما لون الإجاص اللي مع ديما؟ أصفر. إذا كلمة أصفر يوجد بها حرف الصاد. كتاب. إجاص ديما أصفر. إجاص ديما أصفر. فادي. إيش مع فادي؟ إيش بنلاقي على الشط؟ صمغ. صمغ. على شط البحر بنلاقي أشياء. حجارة. حجارة. بحرف الصاد. صدف. ماذا نرى؟ صدف. نرى صدف. صدف فادي أصفر. ماشي؟ رح أجيبلكم صدف تشوفوا اليوم. صدف فادي أصفر. سنقرأ الكلمات هنا يا عبد الله. بس هيك أنا سويت بالدار. سويت بالدار هيك وهيك. راح نوصل. صندوق. رائع. وهنا صدف. وهنا إجاص. إجاص. صدف. صندوق. نوصل الصور المتشابهة مع بعض. برافو. وهنا أيضا عبد الله بريزار. قصص. مقص. مقص. أصفر. وهذه حليتها. هذه حليتها كمان. طيب ماشي. وانا. مو انا.
اصل اصفر. اصفر. هلا ما صلح لك الكتاب. مقص. ماشي. سنكتب هنا المقاطع. ص سو صي. صاد منفصل متصل ص سو صي. بدنا نكتبه بخط حلو مرتب. هنا كلمة صوص محللة، نريد إعادة كتابة هذه الكلمة. هنا صا مع الدال، إيش راح تصير كلمة صادة؟ صا وميم تصبح صام، تصبح صام. صاد صام. برافو. هنا عندنا فقاعات من الهواء. مش انتوا لما بتيجي بتجيبوا تشتروا اللعبة اللي بتنفخوا فيها بالصابون بيطلع لكم فقاعة؟ صح. هاي عبارة عن فقاعات من الصابون، من الهواء والصابون. داخل الفقاعات توجد عندنا أحرف نريد قراءتها. والفقاعة الفارغة، الفارغة هنا نريد أن نكتب بها حرف الصاد. منفصل أو متصل زي ما بدكم، بدنا نكتب داخل الفقاعات الفارغة حرف الصاد. ماشي؟ سهل. طبعا سهل، وانتو أصلا ولاد شاطرين. سهل نفتح فتاعة حبيبي. برافو عليك، انت شاطر. يعني نفتح فتاعة ونفتح. يلا يلا قولوا باي باي. باي باي. باي باي.